كملاحظة في المدخل سي سليم فقط، أتمنى أن السيد رئيس الجمهورية ما هوش يقصد فيا أنايا، أنا مانيش بوق، أنا إنسان موضوعي، أريد أن أتكلم في علم الاقتصاد بما درسته في الجامعة الجزائرية في علم الاقتصاد، وأكثر من 20 سنة تعليم محاضر، أستاذ محاضر في جامعة الجزائر، 3 أدرس الطلبة الاقتصاد، مبادئ الأساسية للاقتصاد، كيف نجاوب على بعض الظواهر الاجتماعية واللي تمس الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الآخر في الدول الأخرى، لأن الجزائر مش عايشة وحدها في هذا الكوكب الأرضي. ثانيا، لما السي عبد المجيد تبون يدافع عن القدرة الشرائية، أظن أن هذه مش من مهام السي عبد المجيد تبون. السي عبد المجيد تبون وضع في حملته الانتخابية برنامج، هذا البرنامج كان فيه محاور كبرى، طرحه للنقاش، أعطاه إلى 4 رؤساء حكومات في ظل 4 سنوات ما قدروش ينفذوا هذا البرنامج وما وصلوش، والدليل على ذلك في كل مرة كان يتغير رئيس حكومة. الآن ندخل للموضوع، ربما نعم الناس تتكلم، وأنت قلت بأن كل الحكومات في بريطانيا، في إسبانيا، في فرنسا، دائما في حملتهم أو في مشاريعهم المجتمعية الجانب الاقتصادي يريدون أنهم يوضعوا حياة الأفراد في رفاهية، في كرامة، في كذا، معناتها يوفروا الحد الأدنى للحياة الكريمة لهذه المجتمعات، صحيح. وهذا من واجب كل السياسيين والمسؤولين. الآن في الجزائر نتكلموا، وأنا نسمع يعني قبل هذا الحصة بتاعك دخلت نشوف عن القدرة الشرائية وش يقولوا المواطنين كذا على اليوتيوب، فشفت المشكلة الكبيرة في الجزائر سي سليم هو أن حتى الإعلام، حتى من يخاطبون ومن يريدون توجيه خطاب سياسي اقتصادي للجزائريين فشلوا لهذه الساعة. نسمع في أحد المسؤولين عن جمعية معينة لحماية المستهلك ومدافع المستهلك مذكر ولا مصطلح لمدة أكثر من 25 سنة 25 دقيقة على قناة من القنوات الجزائرية، وأظن الشروق على ما أظن، مذكر ولا مصطلح اقتصادي، خطابات الرئيس، الرئيس قال، الرئيس كذا، الرئيس كذا. علم الاقتصاد لا يبنى على خطابات الرئيس، يبنى على نظريات. يا ريت كان يتكلم على ادم سميث، يتكلم على ماركس، يتكلم على مثلا تايلر، يتكلم على عده جيلبرت، هذو هما اللي يتكلموا على الظواهر صحيح. الاقتصاديه ويحلوا الظواهر الاقتصاديه لانهيار القدره الشرائيه. صدقني ما يفرقوش بين القيمه الاستعماليه والقيمه التبادليه للبضاعه او السلعه. كيفاش حبيتهم رايحين يقدروا يجاوبوا على هذه الظواهر الاقتصادية ويلقاو لنا الحلول؟